في المطار في كذا حاجة حصلت لك بعد ما نزلتي من المطار ضايقوكي وزعجوكي، خلينا نشوف ازاي سيطرتي على الموضوع ده، لان ده كله احنا اللي مخططينه وهنشوف عليه فيديو. اوعاكي يكون جسمي اشعر. اوعاكي اوعاكي يا مامي. ده انا الفنانة وفاء عامر وصلت بيروت عشان تكون ضيفة أروى في تحت السيطرة. كان لازم نختبر شخصيتها قد إيه هتكون تحت السيطرة أو لأ. رتبنا لها مقلب مع سواق العربية. السواق أكيد ما كانش تحت السيطرة. هات على البي اطفي خالص شغل تاني. أولها العربية وقفت في الشارع. لا يا عم ما عم دور يا عم شوقنا يا عم دورت. يلا هو حضور طول دارت. بعدين السواق فضل ماسك طول الوقت الموبايل. مصاري ما في مجيبهم ما فيني. لا يا عم لا ما في شهرين اشو 3000 دولار تروح على الداون تاون يعني. يلا هلا بمروا بعضهم صلوا شهرين عبال لي مصاري بعقل لي معه 3000 دولار جيب فلوسي من ايه؟ من عنده هون. لا معلش وحكمتش. بقولك ايه؟ مين الفنانة سيطرت وحاولت تحل كل المواضيع. كلمة واحدة منك. قالوا مساء الخير يا فندم. تيجي يا استاذ شربل تشرب معانا فنجان قهوة كده في الاستوديو على الساعة 6؟ لا اقول لك خليها 8 نكون خلصنا ونتكلم مع بعض. ايه رأيك ترجع له الفلوس مثلا 2800 بدل 3000 لو موجودين؟ انا هكمل له الباقي. اسكت انت هكمل لك الباقي. حرام عليك. ده بيقول لك بيجمع فيهم بقاله كام سنة. شغل يعني ايه معه كيف والشيء اللي ايه يعني؟ تتكلم كويس. ايه رأيك قبل البرنامج؟ انا كنت رايحة انام وديني عنده بقى. الو يا شربل. شربل الو جاري اعادة الاتصال. ما خلاص بقى تدخين بقى فرقتنا. بقول لك ايه وانا بتعمتك. بقول لك الحمد لله كانت تحت السيطرة. بحلله المشكلة وحطيت السيجارة وانا ما بدخنش وقعدت في البتاع سيجارة بسيجارة. قلت له ما تشيلي السيجارة دي انت فاكرني بنت خالتك. وتدخلتي في مشكلة وكلمتي شرب يعني نفس اللي كنا بنحكي من شوية. أيوة. ان انت حتى لو مشكلة ملكيش فيها بتحاولي تحلي. والله عمر فين والنبي عمر. عمر وعمر قاعد يضحك و... ويعني عمر يعني ما كنتيش تحت السيطرة قوي يعني. لا لا عمر قال لي تعالي معايا مامي واحنا لو لا انا خايف لحسن يضربوه. فقلت له يضربوا مين وانا وانت بنعمل ايه؟ بقول لك ايه بقى انا قلت له بقول لك ايه عمر انا هدخل يا حبيبي وانت خليك قاعد مستني في العربيه. فالسواق يقول لي لا تدخلوا انتوا الاثنين. يا خبر ابيض. لا ولو كان راح وقابل حد كنت هتنزلي تتكلمي عادي. اه عادي كنت هتكلم. ما بيقول لك مديون. وبعدين بقى وبعدين انا قلت له قول له ان امك عيانه عشان تديك الفلوس. يقول لي لا ما اكدبش. قلت له لا خلي الكذب ده كذبه بيضه عايزين نجيب لك فلوسك.